بقول ان اسيا فيها كره قدم قويه جدا، والمنتخبات الاسيويه الحقيقه عامله شغل رائع في ماتشات نار في كاس يعني امم اسيا. تعالوا نتكلم شويه بقى عن كره القدم العالميه، سواء كاس امم اسيا او السوبر الايطالي او الدوريات الاوروبيه المختلفه. كل ده هنتكلم فيه من خلال وجود ضيفنا العزيز اللي منورنا، الاستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا استاذ نادر. صباح الفل يا استاذ كريم، انا سعيد اني موجود مع حضرتك، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. انت طبعا عندك تخمه كرويه من خلال متابعتك لكاس امم اسيا اكيد بصفه خاصه. تعال نستهل كلامنا عن كره القدم العالميه بكاس امم اسيا ورؤيتك ليه، طبعا صعود قطر والعراق والماتش التقطيع اللي كان بين العراق والمنتخب الياباني، وانت سيدي عارفين ان اليابان عندهم كره قدم كما ينبغي ان يكون يعني الحال. شفت الصعود ده ازاي وشفت الماتش ده بصفه خاصه ازاي؟ طبعا بالنسبه لبطوله كاس الامم الاسيويه، طبعا في تطور كبير جدا في المنتخبات الاسيويه، خاصه كمان المنتخبات العربيه. أيوة. في اثاره وسخونيه كبيره جدا في بعض المباريات، زي ما شفنا في لقاء السعوديه وسلطنه عمان، خاصه لقاء طبعا العراق واليابان، وفوز العراق 2-1 وكان تاهل تاريخي طبعا. وصداره المجموعه كمان، كسب اللقاءين، خاصه في لقاء اليابان قدم مباراه كبيره جدا واستحق. وكل كان متوقع ان اليابان هي اللي هتتصدر المجموعه طبعا، كل الترشيحات قبل البطوله ان اليابان هيبقى هو الاول ويكسب العراق كمان، ولكن العراق في المباراه دي قدم مباراه كبيره جدا على المستوى التكتيكي والخططي. لعب بال 4 4 2، عندهم لعيبه مميزه جدا، سواء ايمن حسين صاحب الهدفين، وفي الدفاع عندهم اللاعب حسين حيدر وضياء فيرتس، وكمان في وسط الملعب عندهم ابراهيم بايش واحمد يحيى، عاملين ثنائيه قويه جدا في عمليه الاستحواذ والبيلد اب، وتوازن كبير جدا في وسط الملعب. اعتقد طبعا المنتخب العراقي يعني في اللقاء ده الخطوره بتاعت الفريق الياباني طبعا عارفين السرعات والتمريرات البينيه من العمق. لا، المنتخب العراقي في اللقاء ده نجح في اغلاق التمريرات البينيه واغلق العمق بشكل كبير جدا، وقفل كل مفاتيح الخطوره بتاعت فريق اليابان وقدر يسجل هدفين. هو كان بيبحث عن الفوز من البدايه، ومدربهم الاسباني طبعا كاساس لعب بضغط عالي وكان بيبحث عن الفوز، ونجح عن تسجيل هدفين بكرات الراسيه. طبعا ايمن حسين قدم مباراه كبيره جدا في الخط الامامي، كان تحركاته مزعجه لدفاع اليابان، كان بيكسب كل الكرات الهوائيه. وطبعا المنتخب العراقي قدم جيم كبير جدا. في الشوط الثاني طبعا نزل علي عدنان وبدا يغير الطريقه، بدل 4 4 2 بدا يلعب بال 5 4 1 وكثف في النواحي الدفاعيه عشان يقفل كل الخطوره. وتحقق طبعا مراد وفاز فوز مستحق، ولعب بروح عاليه وشراسه كبيره جدا. انت في رايك، هنرجع نكمل كلامنا عن كاس امم اسيا بطبيعه الحال، بس بشكل عام يعني في رايك ايه اللي بيدي لكره القدم الاسيويه خصوصيتها الشديده دي؟ ايه اللي بيميزها؟ طبعا الكره الاسيويه بتتميز بطبعا لعيبه بتلعب بروح كبيره جدا وشراسه، كمان عندهم دلوقتي لعيبه في كل المنتخبات اغلبهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه، فطبعا ده بيساعد في التطور بشكل كبير جدا. التكتيك عندهم برضو بقى فيه عن السنين الماضيه، كان ما كانش بيبقى فيه نضج تكتيكي، لا الفتره ديت بقى فيه نضج تكتيكي عند اللعيبه، بقى فيه التزام تكتيكي منهم وتعليمات وتنفيذ تعليمات المدرب. فاعتقد ده السبب الرئيسي في تطور الكره الاسيويه طبعا، وخاصه طبعا المنتخبات العربيه. اعتقد منتخب العراق محقق ارقام قياسيه بمشاركته في النسخه دي من البطوله ولا ايه؟ طبعا المنتخب العراقي يعني على مدار السنين هو طبعا واخد البطوله دي مره واحده 2007، ولكن الجيل ده اعتقد يعودنا لجيل 2007 طبعا، الجيل اللي احنا عارفينه يونس محمود ونور صبري ونشأت اكرم، كان جيل مميز جدا. السنه دي العراق طبعا اعتقد الجيل ده يعني شبه الجيل الاسطوري عندهم، واعتقد العراق لو استمر بنفس المستوى ممكن نلاقيه مثلا في قبل النهائي او المباراه النهائيه. عندهم لعيبه مميزه جدا، وميزه اللاعب العراقي اللي هو بيختلف، مع احترام كل لعيبه الخليج، اللاعب العراقي بيختلف في حته اللي هو دايما بيلعب بقلب وروح، ولما بتيجي تتفرج على العراق بيبقى فيه يعني مشاعر الوجدان بتشتغل طبعا عند المواطن. يعني العراق بقى لها سنين طويله الحقيقه طبعا، يعني بنتمنى لهم من صلاح الحال على كل الاصعده اكيد، لكن قصدي اقول لك ان الدنيا مش في احسن حالاتها على الصعيد الدوله ككل، ولكن دايما المنتخب العراقي وكانه منفصل عن الواقع، شغال زي الفل وبيأدي زي الفل وبيشارك بقوه في اي بطوله هو بيشارك فيها، فدي برضو اكيد وراها يعني حته الحميه الوطنيه والناس على الوطنيه. دي حقيقه طبعا، وجي فتره كانوا كمان ما بيتمرنوش في الملاعب العراقيه، كانوا بيتمرنوا بره، بيبقى فيه تجمعات في المعسكر خارج البلاد طبعا. ولكن زي ما قلت حضرتك بيجي وقت البطوله والتجمعات بيبقى فيه حب الوطن بقى بيظهر، واللعيبه بتلعب بكل اخلاص للوطن وبشجاعه كبيره جدا.